أحلى شي برمضان إنه كل الأماكن كده فيها اللمعة، فيها زينة رمضان وفوانيس رمضان. هذا الشي هو اللي بيميز رمضان وبيحليه دائما، طبعا غير العبادة واللمة الحلوة. والآن دخلنا للمحل، هعملكم على كده تصوير بانوراما علشان تشوفوا كله مرة واحدة، لأنه في أشياء كثير مليان، فدوخوا معايا. الآن خلونا نتجول. هنا معالق تبع الملابس، هنا مناشف تبع مطبخ، أما هذه أدوات الحمام عزكم الله. هذا الركن لفتني فيه هذول الأكواب الملونين، كثير بيطلع يهبلوا في التصوير، ألوانهم أساسا تخطف القلب. شوف هذا اللون الأزرق، لا ايش اكثر لون حبيته؟ الوردي حلو. فاللي بيحبوا التصوير هذول الاكواب يتجننوا. طبعا انا اللي يخطف قلبي دائما تعرفوا اللي هو الاحمر. هذول مقات للناس الكشخه، طبعا ما ادري ليه دائما يربطوها بالناس الكشخه، المهم تشوفوها معايا. ايش اكثر شكل حبيته؟ اشكالهم كثير حلوة. الله، تعالي شوفوا الجمال. هذه السلة تبع الفواكه والخضروات، تحطوها كذا في الطاولة، يا سلام لونها حتى حلو. هذول نحطهم في الكاونتر تبع الشاي والقهوة. هالحرضة الآن قسموها، مش عارفة ليش قسموها، أنا بعرف الحرضة بدون قسمة، ليش قسموها؟ فاللي بتعرف تقولي تحت في التعليقات. السنة عكس السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كان كل الصحون لونها أبيض، بس هذه السنة الصحون صار فيها ذهبي أو فيها وردة وكذا، فأنتوا إيش بتحبوا؟ برغم إن هذه على فكرة سادة، بس اللي أنا شايفته كذا طالع ترند. تعالي تعالي تعالي، في حاجة كذا لفتتني فحبيت إني أشوفها معاكم، واللي هما هذول الأطقم. الألوان تبان كأنه أطقم تركية، دايما أشوف الأتراك بيستخدموا هذه الألوان وهذه الأشكال، فإيش رأيكم بالألوان؟ طبعا شايفين اللي يأسر القلب ويخطف الأحمر، هذا الكلاسيك الألوان المعتادة يعني. الآن أي واحد اختار، هذا ولا هذا؟ فين الأحلى، اللي على إيدي اليمين ولا اللي على إيدي اليسار؟ ايش رايكم بهذه الصينية؟ تعملوا فيها زيت وزعتر وزيتون وجبنة وتغطوها، تحفة. خلونا نشوف الفوانيس. شوفوا هذا الفانوس، انا كنت فاكرته فانوس وكذا، انا شفت فيه هلال وشفته برا عارضينه، فشوفوا كيف شكله. على فكره هذا الهلال بيولع، فطلع في النهايه شمعدان. هذا حلو، اشكالهم حلوه. طيب هذا فانوس بس على شكل جديد. هذول كلهم فوانيس. هنا دخلت هذا المكان بس عشان اشوف حاجه خاصه بالتصوير، جلست الفه يمكن شي مرتين او ثلاث مرات بدور. هذول طبعا الاشياء اللي بيعملوا طبخات وكذا بيعملوا في المطبخ، بس انا حابه حاجه تكون خلفيه للتصوير، فاللي بيعرف ان يبيعوا هذولاك الالوان يقول لي في التعليقات. هذولا تعال اوريكم حاجه، هذولا قبضات تبع شعر تبع الاطفال. هذا لزينة رمضان، بالعادة أنا ما بفضلها، بحسها كده بتعمل ربشة في البيت، فبفضل الفوانيس أكثر من هذول، بس ما يمنع التولد، بس ما اشتريها. هذا لفازات، على
على فكرة الأكواب التقليدية أحلى بكتير من الأكواب اللي عاملينهم هبة هالأيام. نفسي أفهمهم إن هذول الأكواب تبع قهوة وليست تبع شاي، يعني مش عارفة. هذول الناس مش عارفة ايش اسمهم، المهم هذول صغار لا تنخدعوا بالشكل. شوفوا هنا رفعت لكم هذه عشان تشوفوها، شايفين كيف صغيرة؟ هذه رمضان ورحنا كمان نتسوق نجيب بعض الأشياء عشان ندلع المطبخ، يعني رمضان يعني طلب الأكل يعني جوع. هو جريانة صح، هو يعني يكون عشاء وفي نفس الوقت يعني نفس ما تشتري، يعني عشان ما نتعب في البيت نسوي أشياء كذا. هو ضربنا آيس كريم بحجر واحد عشاء وهي نفس ما تشتري كذا حصلنا. ولكن هذا المطعم لأنه جديد راح أسوي لكم جولة على المطعم كامل، فتعالوا شوفوه معايا وراح أوريكم كمان إيش الأصناف المتوفرة في هذا المطعم. خليكم معايا وخلونا نشوف إيش راح نطلب للعشاء. سلمت مني كله راح اسويه. ايش هذا اللي اشتهى هو؟ قهوة؟ لا انا كذا راح تطاسي كويس.